بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي وأحبابي وأصدقائي من مرضى الكلى. خلينا نكمل سلسلة التوعية الصحية اللي تحت عنوان همسات، والنهاردة هنلقي الضوء على البوتاسيوم اللي احنا كلنا بنحذر منه مرضى الفشل الكلوي، على انه لو البوتاسيوم زاد في الدم هيبقى له عواقب وخيمة، واحنا في غنى عن هذه المشاكل الصحية الخطيرة اللي ممكن يسببها ارتفاع البوتاسيوم بالدم. بشكر الدكتورة دعاء خبيرة التغذية العلاجية على إعداد المادة العلمية، وعملتها لنا في صورة جميلة بألوان متعددة. اللون الأخضر معناها الأطعمة دي قليلة البوتاسيوم، اللون اللي في النص ده معناها متوسط، وهنا أطعمة غنية بالبوتاسيوم عالية البوتاسيوم. تعال نشوف الأكل اللي هو قليل البوتاسيوم. ممكن نتعرف على حتى الصورة: الليمون، الكاكا، الحرنكش، الكمثرى، الفول الاخضر، الفلفل بالالوان المختلفه، عندنا اخضر واحمر واصفر، القرنبيط، الباميه، البروكلي، المشروم، الخس، البصل، الفول الاخضر، التفاح. ده حجم الحصه فيها اقل من 150 ملي جرام لكل حصه، وحجم الحصه مكتوب هنا تحت: ثمرة متوسطة في حجم كرة التنس من التفاح والكمثرى، واثنين ثمرة صغيرة من الفلفل بالألوان، واثنين لثلاثة ملعقة كبيرة من البسلة واللوبيا الخضراء، وقطعة في حجم البيضة من المشروم والقرنبيط والبروكلي. إذن احنا عندنا حجم الحصة مكتوب تحت هنا، وهنا الأطعمة القليلة البوتاسيوم، الصورة وجنبها الاسم، ممكن نقراها تاني ونتفرج عليها. الأطعمة هنا متوسطة، المتوسطة معناها 150 ل 250 ملي جرام من البوتاسيوم في الحصة الواحدة. وبرضو هنا ده الموز، السبانخ، البرتقال، المانجو، البطيخ، التوت اليوسفي، العنب، الخيار المقشر، الباذنجان، الكوسة، الفاصوليا الخضراء، الباذنجان رومي، وكرومب أبيض. يبقى الأشياء دي كلها الصورة موجودة والاسم موجود، واتفقنا ان حجم الحصة فيها 150 ل 250 ملي جرام من البوتاسيوم في الحصة، والحصة زي مكتوبة تحت هنا: ثمرة متوسطة في حجم كرة التنس من البرتقال، اليوسفي، الجريب فروت والجوافة، وطبق صغير من البطيخ مع مراعاة كمية السوائل، نص كوب من التوت والعنب النباتي، اثنين ثمرة صغيرة من الكوسة المقشرة والباذنجان ابيض او اسود، ثمرة صغيرة من الموز، الكيوي، الباذنجان الرومي بدون قش، وثلاث ملعقة كبيرة من الخضروات. يبقى إذن ده حجم الحصة، وده المكونات بالألوان بالصورة بالأسماء. نيجي بقى لمرحلة الخطر، وهو الأطعمة الغنية جدا بالبوتاسيوم اللي الحصة فيها أكتر من 250 ملي جرام من البوتاسيوم. هنلاقي هنا بقى الألوان اهي والأسماء: الكيوي، الكنتالوب، المشمش، الطماطم، البرقوق، القرع العسلي، الفراولة، البلح والتمر، هنا البطاطس، الجوافة، الرمان، الجزر، الملوخية، الخوخ، الخضروات الورقية، التين الشوكي. يبقى نخلي بالنا برضو، وحجم الحصة مكتوب تحت. يبقى الأطعمة ديت غنية بالبوتاسيوم. أطعمة أخرى مش مكتوبة في كصورة أو مش محطوطة كصورة وفيها بوتاسيوم عالي جدا، زي السمسم والحلاوة الطحنية والمكسرات والعسل الأسود، ننصح مرضى الفشل الكلوي يبتعدوا عنها، لأنها هتبقى هتعمل لنا مشاكل كثيرة جدا. الألبان ومنتجاتها، وهنا بيتم تحديد الكمية: الفراخ والأرانب، ويتم استخدام علشان نتخلص من البوتاسيوم في الفراخ والأرانب بنطبخها وبنغليها، والشوربه بنتخلص منها، لان الشوربه زي ما قلنا في الفصول في الحلقه الماضيه، الشوربه هتبقى غنيه بالبوتاسيوم، ما نتخلص منها يبقى كده قللنا كميه البوتاسيوم. يبقى الصوره ديت نخليها في اذهاننا، نشوف اللون ده ممكن ناخد منه، لكن اللون الاحمر ده يستحسن نبعد عنه تماما. بالنسبه للدرنات والخضروات والفاكهه، ازاي نتخلص من البوتاسيوم فيها؟ بنغسل كويس ونقشر ونقطع لمكعبات او شرائح رقيقه صغيره، وننقع في الميه، ونحط ميه 4 ل 5 أضعاف الكميه من الاكل اللي احنا بنتكلم عليه، والميه الدافيه الافضل، ونسيبها لمده ساعه ولا ساعتين، ثم ميه النقع دي هيطلع فيها بوتاسيوم نرميها، يبقى نتخلص منها. الحاجات اللي تنفع تتسلق:
نسلقها ونرمي الميه. اعداد الطعام والطهي بالطريقه السليمه والصحيه المفضله طبعا للمرضى بتوعنا. يبقى تاني وتالت ورابع هنتعرف على كميه البوتاسيوم اللي موجوده، ودي كانت موجوده في الصوره اللي فاتت اللي هي تاني هي لاهميتها عاوزين نحطها هنا قدام حضراتكم. الاطعمه الغنيه بالبوتاسيوم ديت بنحذر منها تماما مرضى الفشل الكلوي. ودي طريقه العمل. اهم نقطه في هذا الشان ان احنا نتابع مع دكتور الكلى المتخصص. دكتور الكلى المتخصص هيتابع تحليل البوتاسيوم وهنظم لنا الاكل وهيدينا الارشادات السليمه، وان احنا لما يبقى في منظومه صحيه فيها ارشادات وتثقيف والمريض يبقى عارف نظامه الغذائي، اعتقد ان الكلام ده كله هيبقى مردود ايجابي علشان نتمتع بصحه ان شاء الله وسعاده. وبشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.